يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أخرجه البخاري رحمه الله. تعالي معي أخيتي وأقف معك على هذا المثال، واللبيب بالإشارة يفهم. وقفت تلك الفتاة على حافة الطريق متعطرة متجملة متزينة، أشارت بيدها مبدية بياض كفها ونحرها وعباءتها مطرزة، عباءتها مطرزة تسمى الفراشة، في آخر ساعة من الليل ليس هناك أحد، تحمل في يدها الأخرى حقيبة صغيرة لا تكاد تغفل عن ألوانها الجذابة ووقفتها الأخاذة. تسحر الشباب، تلثمت بالغطوة وأبدت الوجنات وحتى الشفات. ظهر البنطال من تحت العباءة الفاتنة، تقف تارة وتتمخطر في مشيتها تارات، تفوح منها على المارة رائحة العطر الجذاب. لحظة واحدة تتجمع الذئاب الجائعة من كل مكان فيحيطون بالفتاة كإحاطة السوار بالمعصم، تحاول الإفلات، تحاول الهرب والصراخ، ولكن دون جدوى. ماذا تتوقعين أيتها الغالية؟ ماذا تتوقعين أيتها الصالحة؟ ماذا تتوقعين؟ صاحت بأعلى صوتها: لا تفعلوا، لا تؤذوني، إني عفيفة، إني أخاف الله. والحال عندئذ هذا يرمي بكلمة نابية، وهذا يغمزها، وهذا يحاول خلع ملابسها، وهذا يعوي كالذئب بآخر صيحة من صيحات المغنين والمغنيات، وهي تنادي بنداء النجدة: أنقذوني، أدركوني، بالله عليكم أدركوني يا من ترون حالي، أنقذوني، أنقذوني ممن؟ من هؤلاء الوحوش. ولكن كانت الفاجعة، كانت المصيبة لحظات معدودات، وتترك رهينة العار، وأقولها بحرقة، وتترك رهينة العار. وهذا الحال لبعض من الرخيصات إلا من شاء الله. فلا إله إلا الله، على ما فعلت هذا يا أمة الله؟ على ما أصبحت صيدا رخيصا لكل باغ؟ من المسؤول؟ اسأل نفسك أيها الغالي، واسألي نفسك أيتها الغالية، من المسؤول؟ من الملام؟ أتدرون من الملام؟ أنت، أنت أيها الأب، وأنا، وأنت أيها الابن، وأنت أيها الزوج. نعم، أنتم جميعا الذين ماتت في أنفسكم الغيرة على محارمكم، إلا من رحم الله منكم. وأنت والله مسؤولة عما كسبت. من لك الآن أخيتي؟ من لك الآن أخيتي؟ بعد أن فقدت أعز ما تملكين من الحياة. وصدق الله عز وجل حينما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا الله، أقولها بقلب يتقطع ألما، ماذا دهاك يا أخيتي؟ ماذا أصاب عقلك أيتها المؤمنة؟ أهكذا تصان الأعراض؟ أهكذا ترتدين الحجاب؟ وصدق الله عز وجل حينما وصف الحال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل تأملت الآن؟ هل أدركت نداء الغيورين حتى لا تندمين؟ أنت التي ركعت لله، أنت التي ركعت لله تعالى، أهكذا حالك؟ أنت التي عبدت الله، أنت المؤمنة، أنت الطاهرة، أنت العفيفة، أنت القائمة، أنت الذاكرة، هل تفعلين هذا؟ أما علمت أن الله تعالى ينظر إليك وقد خرجت بغضبه جل جلاله ورجعت بغضبه تبارك وتعالى؟ أف ثم أف لعنادك يا أمة الله،
أف لتكبرك على الله عز وجل يا أمة الله. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعترت، اسمعي أيتها الغالية، اسمعي يا من تتردد في قلبك الآيات، أيما امرأة استعترت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أخرجه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الأمر خطير والشر مستطير، فهل تيقنت ماذا تفعلين؟ هل سألت نفسك على ما تفعلين هذا؟ ألا تتقين الله؟ ألا تتقين الله يا من تتبرجين، يا من تعصين؟ ألا تتقين الله يا من تظهرين بالعباءات الفاتنة ثم تقولين بملء فمك: إني مؤمنة، إني مؤمنة، إني مسلمة؟ أقول لك أيتها الأخية، إن كان إيمان فليصدق ذلك بالعمل، فليصدق ذلك بالعمل. أما إيمان تتحرك به الشفات دون تطبيق واتباع فلا حاجة لنا به. أم أن الأمر لا يعنيك وأنت بيت القصيد، إنك تقتلين الحياة، إنك تمرغين جبين الحجاب، إنك تمرغين جبين الحجاب بالوحل والطين. اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، عودي إلى الله واتق الله، فربما كانت توبة صادقة تحمل قلبك إلى رحاب الإيمان.